دكتور عمرو، انت قلت نقطة مهمة، قلت خطوة من ألف خطوة. ايه رأيك نيجي نستعرض بعض هذه الخطوات يعني تقرير عن أهمية وبعض المشروعات اللي اتعملت في الصعيد، ونرجع نتكلم في بقية الرسائل. يلا بينا. الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بمحافظات الصعيد بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في الصعيد بجميع القطاعات والمجالات، والمساهمة في توفير فرص عمل لأبناء محافظة الصعيد. وقد حظي إقليم الصعيد باهتمام كبير، ما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة للصعيد عبر تنفيذ العديد من المشروعات لمختلف في محافظات الصعيد، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالشراكة مع البنك الدولي، وكذلك برامج وزارة التنمية المحلية. ونفذت الدولة على مدار السنوات الحالية عددا كبيرا من المشروعات القومية للارتقاء بمستوى الخدمات التنموية بكافة محافظات الصعيد، مع منح الأولوية للمناطق الأولى بالرعاية ووجود وزارة التنمية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية للصعيد استثمارات بحوالي 39 مليار جنيه في 8 سنوات، وذلك في مجالات الكهرباء والإنارة والمجازر والأمن والإطفاء والمرور والنظافة وتحسين البيئة والطرق المحلية. ونجح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يتم تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج بالشراكة مع البنك الدولي، في تلبية احتياجات ملحة للمواطنين ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية بإجمالي استثمارات بلغ 16.39 مليار جنيه وحوالي 4453 مشروع منتهي وجاري.